Suiza. Zurich. بيوز هنا كتير قوي ناس عم تحطوا له اكل. يا ابن الايه؟ كل ما تمشي تلاقي جنيه. جماعة سويسرا غير يعني. استمتعوا صراحة بالزيارة هنا. جميل جمال ملوش مثال. ايه العيال دول بقى؟ ايه ده؟ عيال ايه يا عم؟ دول مش عيال. يطلع ده كله سبورت. حلو والله. فين ايام الشباب؟ تنطيت من تحت. في تحت هنا عيال صغيرة، فيه هنا عيال كبيرة. هينط من فوق ده. يلا نط. قبل ما طلع تعب، لازم استريح شوية. انت كمان طالع؟ لا ما شاء الله بقى. ايه طالع لياقته البدنية مش احلى حلوة. يلا يا ولد شوف مين هينط الاول. يلا نط. يلا يا عم. مين تاني؟ حلو حلو. صف ده. بصي طلعت واحدة يطلع ورا كله، معظمها هيمشي، معظمها هيمشي. ده في عفريت الصغير ده. النقطة دي ولا ايه؟ بيطلع فوق غير رأيهم الليل. عملت ايه؟ سقفوا له. لا ده باين هو طالع بتاع لياقته الوزنية حلو. ايه ده الولد الصغير؟ ده عفريت ده الصغير. ده عفريت ده اخوه ده التاني ده ولا ايه؟ شوف الولاد بيطلع تحسه مطلع بلياقه بدنيه حلوه. ده
لا كوتش ده ينط بقى. النقطة الهبلة دي جنيز الجزر زي شوال الديه. ده لسه طالع ده بقى له فترة اللي نزل ده واللي اوريدي صور. يا عم ايه ده؟ مولانا مديب خليك بس متشجرين كده.